اليوم كما كتشوفوا في هذه المؤسسة اللي هي مركز التشخيص التابعة لمستشفى مولاي حسن بالمهدي، كنقوم بواحد الحملة طبية اللي هي حملة طبية كبيرة وكبيرة جدا، كيشارك فيها تقريبا 120 طبيب مختصين في أمراض وجراحة أمراض السرطانية. دونك هذه الحملة هذه اللي تعمل لها واحد التحضير لمدة 4 أسابيع باش نشوفوا الحالات اللي متواجدة على مستوى جهات العيون الساقيه الحمراء اللي كيعانيوا من هذه الامراض السرطانيه، وخصوصا امراض سرطان الثدي وامراض سرطان عنق الرحم وكذلك السرطانات الاخرى اللي غيتم التشخيص ديالها وكذلك الجراحه ديالها. يعني كل الحالات اللي غيتم التشخيص ديالها ولا الحالات اللي كانت عندنا على مستوى لائحه الانتظار نتاع الجراحه غادي يتم الجراحه ديالها في هاد 3 أيام ان شاء الله. فنبدا هنا منشيروا ان سرطان الثدي هو اول سرطان عند المراه ومتبوع بسرطان عنق الرحم. فهذه الحمله كنقوموا اولا تحسيس السيدات على سرطان الثدي ولا سرطان عنق الرحم باش نبينوا لهم انه اذا كان شي علامات بحال شي كويره في الثدي او شي حاجه اللي تبدا اي تغيير في الثدي عند السيده خاصها تزور الطبيب. وثانيا كنقوموا بالتشخيص المبكر ديال سرطان الثدي عن طريق الماموغرافي وعن طريق المسح ديال عنق الرحم. والحالات اللي غادي نكتشفوها اليوم لان عندنا الطاقم الطبي متكامل، عندنا حتى الفحص ديال الرباط او ديال فحص الانسجه. فالحالات اللي غادي نشخصوها غادي نقوموا بالعمليه ديالها، والحمد لله اليوم متوفره الجراحه ما كيسمى الجراحه المحافظه للثدي، اللي كيمكننا نقوموا العمليه ونخليو تد لهاد السيدات، وهنا ما كيكونش دوك المخاوف ديال استئصال الثدي والتشوهات من بعد الجراحه الحاليه ديال سرطان الثدي. انسيغنون اي بروفيسور اون اونكولوجي اون كونسيرولوجي باسكو لا كونسيرو فو فير اتونسيون، هي لا شيميوثيرابي هي لا راديوثيرابي هي لا شيروجي. نو دو ليبوك نو زون فورمي كوم كونسيرولوج كي لا ميور انديكاسيون. Parce que parfois, malheureusement, celui qui fait la radiothérapie ne traite mal que par la radiothérapie, l'autre qui est chirurgien ne fait que la chirurgie, il ne voit pas dans le contexte à quel moment il faut introduire la chirurgie ou la radiothérapie ou la chimio, ou bien de faire un assemblage pour l'intérêt du patient. Mon centre aujourd'hui, il a pratiquement 30 ans, ce que vous voyez ici, 30 ans. Nous avons traité plus de 40 000 nouveaux cas. Nous avons aujourd'hui à 30 ans, minimum, 15 000 malades vivants. Nous conservons le sein pratiquement dans 70%, 75% selon la taille de la tumeur. Maintenant, ce qui va se passer, Inch'Allah, samedi, pendant ce cours que j'ai créé depuis 25 ans, est-ce qu'on va continuer à opérer le sein ou non? Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, le thème principal du congrès, ce sera l'intelligence artificielle. La chirurgie, dans les 2040, est-ce qu'on va continuer à faire la chirurgie? Ça, c'est important. Ne t'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de faire le jarre pour recevoir les nouvelles vidéos de Hespresso.